السلام عليكم، معكم المهندسة فاطمة العجمي. حابة أقول لكم عن مشروعنا، هو عبارة عن تأثير، يدرس عن تأثير النانو بارتيكلز على الكونتاكت أنجل. الشيء الجديد اللي في مشروعنا هو أن شلون تتغير الويتابلتي من أويل ويت و ووتر ويت، وإحنا نفضل دائما أن يكون عندنا ريزرفار ووتر ويت لأن عشان يزيد عندي الإنتاج to enhance oil recovery. That's why we use the nanoparticles. شكرا لكم، يعطيكم العافية. السلام عليكم، معكم مريم القلاف، جروب لجين معراج، رانيا الصغير، ياسمين جوهر. بهالمشروع درسنا تأثير الهيدروليك فراكتشر على مكامن الغاز المتكثف وهي معقدة التركيب. خلال الإنتاج يترسب أويل حوالين الويلبور، وهذا يسبب نقصان بالإنتاج. قمنا بتطبيق الهيدروليك فراكتشر باستخدام برنامج CMG جيم سيموليتر، وشفنا أن النت بريزنت فاليو، فرق بالنت بريزنت فاليو إذا انتجنا بدون هيدروليك فراكتشر ومع هيدروليك فراكتشر. السلام عليكم، معكم سارة الشمري، مشروع فيزيو هاند يد العلاج الطبيعي الحائز على المركز الأول في البطولة العربية للروبوت. فكرة مشروعنا هو إعادة تأهيل لمرضى الشلل النصفي تصلب الإيد في حالات الغيبوبة. جهازنا يؤدي وظيفة العلاج الطبيعي بشكل كامل لمفاصل الإيد والرزق عن طريق أبليكيشن، وبنفس الوقت يقدم تقييم ذاتي لمرونة أصابع المريض، يحفظها في سجل طبي عن طريق رقمه المدني. حابة أشكر جامعة الكويت على رعاية مشاريعنا وتقديم أفضل الوسائل للاختراعات والإبداع. شكرا. السلام عليكم، اسمي زينب مراد الخياط. حابة بس أقول لكم عن مشروعنا. مشروعنا يتكلم عن مزرعة أسماك أوتوماتيك، يشتغل 100% أوتوماتيك. السمك محتاج يعيش في بيئة معينة، فإحنا حاطين سنسرز نقيس فيه بارامترز ملوت الماي، وعلى أساسه أي تغير يصادف الماي راح يعدل السيستم اوتوماتيك. السلام عليكم، معكم فرح حسن كندري وحنان بهبهاني ورقية العريان. الروبوت مالنا اسمه ذا كولكتر روبوت، عبارة عن روبوت اليوزر يقدر يتحكم فيه وايرلسلي عن طريق سمارت فون ابلكيشن ميد باي اس. اند استخدمنا تو كولكت ان اوبجكت، استخدمنا سوفت روبوتيك جريبر. ميزتها انها تقدر يعني it can fit with the size and the shape of any object. and part of the arm يتحرك automatically، تشيل الobject وتحطه بالسلة. إذا السلة انترست اليوزر ممكن يدري ان السلة انترست و the basket is full will be written in the LCD، then اليوزر يقدر يفرغ السلة. السلام عليكم، معكم أمينة زايد. فكرة مشروعنا هو نظام سيفتي جديد في الطيارة. مثل ما شايفين شكل طيارتنا هو نفس شكل الطيارة العادية، بس الفكرة تكون من الداخل. معكم طيب العبد الهادي. فكرة المشروع أنه داخل الطيارة نفسها احنا مخلين الركاب داخل كبسولات، الكبسولة نفسها فيها أبواب، الأبواب داخل أثناء الطيران تكون مبطلة عادي، ونفسها الكبسولات مثبتة على مسار متحرك. السيستم ما راح يشتغل إلا في حالة الطوارئ في الجو. السلام عليكم، معكم الطاف المطيري. الحين راح أكمل. بعد ما يصير حالة طارئة بالطيارة، إما حريق أو تسرب غاز، راح يشتغل السيستم مالنا، راح يتسكرون الأبواب على الكبسولات، راح يتبطل الباب الخارجي للطيارة، راح يبدون يمشون واحدة ولا الثانية ويطلعون. بعد ما يطلعون برا الطيارة يوصلون ارتفاع معين، راح يتبطل الباراشوت، وعقبها راح يهبطون ويدزون لوكيشن عشان للإنقاذ. السلام عليكم ورحمة الله، معكم عبد الهادي وليد طواي من قسم الهندسة الكهربائية. مشروعنا عبارة عن محطة تراقب جودة ماء البحر بشكل متواصل، حيث أنها تقدر تصنف الجودة إذا كانت سيئة جدا بحالة تلوث، متوسطة أو ممتازة بحالة إذا كانت سليمة وصالحة للحياة السمكية والبشرية. مهندسة نجد الهاجري وزميلتي مهندسة آلاء العوض. مشروعنا ماكينة حليب الطفل، ماكينة تقوم بتحضير حليب الطفل بسرعة ودقة عالية. يمكن التحكم فيها بطريقتين، يدوي أو عن طريق البلوتوث. اليوزر ما عليه إلا أنه يختار عدد الملاعق اللي يحتاجها وكمية الماء. تسهيلاً إحنا حطينا خيارات، يقدر يختار من الخيار وعلى طول الماكينة تقوم بالمهمة. في خيار أن الماكينة تنظف نفسها. معكم آيات القلاف.
عندنا مشروعنا Blink to Attend System. مشروعنا يخص أن نظام حق حضور وغياب الطلبة طلبة الجامعة بوقت الكلاس عن طريق بصمة العين حق كل طالب، وبالنهاية كل المعلومات نرسل حق الدكتور عن طريق application. الدكتور يقدر يفعله حق بداية الكلاس ويشتغل على حالتين، حالة الـ exam case أو حالة الـ normal class. سامعيكم، معكم المهندسة هيفاء الضفيري. مشروعنا باركينج اكسس كنترول سيستم. السيستم يخدم طريقة الدفع ويقلل الكوست حق المصافط، بحيث ان السيارة اول ما تدش راح نصور رقم لوحة السيارة وهي طالعة نفس الطريقة، هم راح نصور رقم لوحة السيارة، فاليوزر وهو داخل وهو طالع راح تصور لوحة السيارة، فبهالطريقة راح نحسب له الكوست والتايم، والكوست راح تنخصم اوتوماتيك من الابليكيشن. في الحالة هذه ما احتجنا نحط جيت اللي هي راح تكلفنا كوست عالية، وهم بنفس الوقت سرعنا عملية الدفع بحيث ان اليوزر بس يدخل ما يحتاج انه يوقف وياخذ اللي هي التيكت. السلام عليكم، انا المهندس فواز الزايد. مشروعنا عبارة عن كبت يساعد المصابين بعمل الوان على اختيار هدومهم، بطريقة ان الكبت نفسه يقدر ياخذ اللون مال البدلة ويحط عنده بالسيستم، بعدين المستخدم يقدر يستخدم الشاشة ويختار اللون اللي يحتاجه ونوع البدلة اللي يحتاجه ويستخرج البدلة من مكانه. معك المهندس سعد المطوطح. فكرتنا عبارة عن جهاز ينتج الماء من الهواء عن طريق سحب الهواء من طريق المراوح، ويعمل على عملية تكثيف للهواء الرطب وينتج منه الماء يكون نقي جدا ويستخدم حق الأماكن المعزولة. السلام عليكم، يعطيكم العافية. معكم طالب فيصل عتيبي من قسم ثيربي تشير قسم الهندسة الكهربائية. مشروعنا هو عبارة عن كرسي علاج طبيعي للمرضى المشلولين. كرسي علاج طبيعي للمرضى المصابين بالشلل يكون موجه للجزء السفلي من الجسم، بحيث انه يحافظ على المنطقة المشلولة من مشاكل ممكن يواجهها المريض مثل تصلب المفاصل وضمور العضلات. الأمور هذه ممكن تؤدي إلى جلطات في المستقبل. وعندنا بعد الجزء قطعة المساج اللي هم تحافظ على القطعة، تحافظ على الجزء المشلول بحيث انه يتم تمسيح قطعة المساج مسج الرجل، بحيث انه يصير في بلود سيركيليشن في الجزء المشلول انه ممكن ما يؤدي الى جلطات في المستقبل. يعطيكم العافية. السلام عليكم، معاكم آمن الأنصاري وزميلتي نورة الخالدي. مشروعنا عبارة عن روبوت يساعد أطفال المصابين بمرض التوحد بتنمية مهاراتهم الحسية والإدراكية والتواصل مع البشر، وهو يشتغل كمساعد مدرس في الحضانات، يساعد المدرسة في تدريس الأطفال، تعليمهم بعض الدروس مثل الحيوانات والألوان. السلام عليكم، معكم وداد، مهندسة وداد رشيدي. مشروعنا يتكلم عبارة عن صندوق الدواء الذكي سمارت ميديكال بوكس، وهو ينظم عملية أخذ الدواء عند المرضى، خصوصا لكل عندهم أمراض المزمنة نفس السكر والضغط. فالمريض يستخدم أبليكيشن مع الصندوق هذا، فالمريض يحتاج بس يعبي الأدوية ويدخل البيانات للأبليكيشن، بحيث أنه ينظم ويختار الوقت المناسب بحيث أنه ينظم عملية أخذ الدواء عنده. وعقب ما تصير الوقت المحدد لأخذ الدواء راح ينزل الدواء عنده في الجهة هذه. معكم مهندسة دانا المضحي من قسم هندسة الكمبيوتر. مشروعنا التخرج اسمه PT Home، وهو أبليكيشن مختص للعلاج الطبيعي ويخدم مرضى العلاج الطبيعي وأيضا الإخصائيين العلاج الطبيعي. الأبليكيشن يحتوي على فيتشرز
تكون تحتوي على التمارين كلها مع مختصر كيفية أدائها، وبالإضافة إلى المشين ليرنينج اللي هي تقنية تقوم بقياس الموشن وحركة جسم الإنسان أمام الكاميرا، وبكذي نقدر نأخذ قياسات وتقييم كامل لأداء المريض عن طريق التليفون، وبكذي أقدر أقول إن إحنا اختصرنا وقللنا عدد الزيارات للعيادات باستخدام الـ PT Home. بسم الله الرحمن الرحيم، اسمي محمد سيد عبد الصمد، أنا ومجموعة من زملائي في قسم هندسة الكمبيوتر قمنا بتطوير مشروع سميناه Simply Sign، وهو عبارة عن منصة لترجمة لغة الإشارة بالاتجاهين من لغة المنطوقة للغة الإشارة والعكس، عن طريق أن الأصم يلبس هذا السوار يشبكه بالبلوتوث على أبليكيشن تليفون وهو يؤدي الإشارة تطلع الكلام باللغة العربية، أما الشخص غير الأصم يدخل الكلام باللغة العربية يطلع أنيميشن للشخص الأصم بلغة الإشارة فاثنيناتهم يفهمون بعض بهالطريقة. السلام عليكم، أنا فروان الحبيل من جامعة الكويت تخصص هندسة كمبيوتر. وأنا أنفال حسين. مشروعنا هو عبارة عن مساعد الأبوين الذكي والتفاعلي بالإنجليزي Intelligent Parental Interactive Assistant. اوكي، هو روبوت بحاله ان الام والابو كانوا مشغولين عن اطفالهم ممكن يحطونه حق الطفل علشان يلعب معهم يراجع معهم الدروس اللي ياخذونها، وهم علشان يعلمهم الاخلاقيات علشان يقولون ثانك يو بليز عيدكم مبارك كذي من هالاشياء، وهم نغطي جانب السلامه وجانب الصحه. اي من جانب السلامه عشان اذا مثلا صار تسرب غاز او حريق يبلغ الاهل بالابلكيشن انه صار حريق ويبلغ المطافي بعد ويدز لوكيشن، اما من جانب السلامه يقيس نبض قلب الطفل اذا مثلا صار مو بالمعدل الطبيعي يبلغ الاهل بالابلكيشن عشان ياخذون طفلهم الى المستشفى. احنا سيستمنا مكون من روبوت وابلكيشن حق الاهل حق الايفون وتابلت ابلكيشن حق الاطفال. ايه بالضبط، وهم لان اغلب الاطفال اليوم كله يقعدون على الايباد فاحنا سوينا العاب تساعدهم على الحركه نفس هذه، اذا حطيتوها على الارض راح تنحاش والطفل يحاول يصيدها. السلام عليكم، انا مريم الدباسي ومشروعنا يستهدف المطافي بحيث انه هو يعطي تقييم كامل عن وضع الحريق قبل وصولهم. مشروعنا يستهدف المناطق الصناعيه والتجاريه بحيث اذا صار تسرب غازات نقدر نعطيهم تقييم كامل قبل الوصول ونقدر نوصل المباني المرتفعه. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مرجان رضا قسم الهندسة الكهربائية. مشروعنا عبارة عن هيدروبونيك سيستم، نهيئ البيئة المناسبة للنبات حق النمو عن طريق التحكم بنسبة الماء والأملاح ودرجة الحرارة والـ pH والرطوبة، كل هذا عن طريق عن بعد، يعني وانت مسافر تقدر تتحكم في النبات. السلام عليكم، معكم سحاب العجمي وأفنان الرميضي، مشروعنا سارة which stands for Smart Augmented Robotic Arm، يقوم بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من فئة مقطوعي الأيدي ويساعدهم بمستلزمات حياتهم اليومية، يقوم بالأشياء التي يقوم بها الإنسان الطبيعي. وش اسمه، يتكون المشروع من جزئين، الباند يقوم بأخذ الإشارات ليقوم بتحريك اليد الميكانيكية. معاكم المهندسة عايشة الملة، مشروعنا يعالج المرضى اللي يعانون من توقف التنفس أثناء النوم عن طريق سنسرة راح يلبسونه طول ما هم نايمين، راح يراقب بالتنفس، إذا تغير عن الطبيعي راح يرتفع من ناحية الظهر بزاوية معينة بحيث أنه يفتح مجرى التنفس، وإذا رد تنفس طبيعي راح يرد ينزل لين يوصل حق الطبيعي. جهازنا حق مرضى السرعي يتركب على إيد المريض، يقيس 4 أعراض: تشنج العضلة ودقات القلب والتعرق والأكسجين. لما المريض تهي الحالة ممكن يكون طايح بمكان عام بروحه، فالجهاز فيه شاشة وفيه سبيكر، من يطيح تعطي إسعافات أولية عشان اللي حوالينا يتخذونها عشان يسعفونه، وفي أبليكيشن يكون عند أهله، من يطيح يوصلهم نوتيفيكيشن إنه هو طاح واللوكيشن. معكم مهندسة سارة العتيبي، مشروعنا أو شيء الهدف منه يقلل من عملية حادث السيارات، هو سيستم شلون السيارة تتواصل مع السيارة اللي يمها أو اللي قدامها، إذا السيارة قربت من السيارة اللي قدامها مسافة معينة راح تعطي السائق تحذير أولي وراح يبين على الشاشة المسافة،
إذا قرب إذا ما انتبه السايق على هالتحذير راح يقرب وقرب أكثر من السيارة اللي قدامه، راح تعطيه تحذير ثاني وراح يبين هم المسافة على الشاشة. إذا قرب أكثر من السيارة اللي قدامه الأوتو بريك راح يشتغل، فبالتالي راح تخفف السيارة سرعتها بحيث إنها ما تزعل من السيارة اللي قدامها. السلام عليكم، معكم عايشة الدوسري وزميلتي انتصار العتيبي من قسم هندسة البترول. مشروعنا يتكلم عن زيادة إنتاج مكامن الغاز المكثف عن طريق إعادة ضخ الغاز اللي قاعد ننتجه، واستخدمنا برنامج CMG عشان نسوي دراستنا. استخدمنا بطريقتين، برايمري ميثود وغاز ريسايكلينج ميثود. بالنهاية توصلنا لأن الغاز ريسايكلينج ميثود ميثود فعالة وناجحة في زيادة إنتاج مكامن الغاز المكثف. معاكم محمد عبد اللطيف الثنيان. مشروعنا اسمه هو Production of Formalin. المشروع هو بالضبط ان نسوي مصنع ينتج لنا مادة فورمالين من ميثانول واكسجين. فورمالين فائدتها ان هي تستعمل في الصابون والشامبو والمعجون اسنان وكذلك في التطعيم الدواء، وهم يستعمل في صناعات الخشب، ما خشب والرزن. السلام عليكم، معكم مهندس فراج بالريفة، كيميكال انجينير. مشروعنا بلانت ديزاين، انتاج مادة الملك انهيدرايت، مادة منتجة تستخدم في صناعات كثيرة مثل صناعة الأسمدة وصناعات زيوت التشحيم وعدة صناعات. ملك الهيدرايد ننتجها، عندنا ثلاث بروسيسات، احنا اخترنا بروسيس واحد اللي هو يكون بروسيس الارخص واللي نقدر نطلع منه كميات اللي هو الانبيوتان. بشكل مختصر البروسيس ندخل الانبيوتان اللي هو الرو ماتيريال ندخله ويا اير بالرياكتر ويطلع ويانا الملك الهيدرايد ويطلع ويانا ثمان مواد اخرى. بعدها تدش الى عمليات اللي هي عمليات الفصل الابزوربر والديستليشن. بالديستليشن اللي هي مرحله نهائيه نقدر نفصل الملك انهيدرايد بيور ملك انهيدرايد، والمواد الباقيه اللي نستخدم ناخذ اللي احنا نستفيد منه مثل السولفنت نرده ريسايكل على الابزوربر حق التصفيه، والباقي نحرقها او نصرفها تصريف ثاني. وهذا بشكل مختصر المشروع يرد راس ماله خلال سنه ونص وربحه السنوي 30 مليون. مشروعنا اليوم ايثانول برودكشن، استخدمنا ايثانول لانه ماده وايد مميزه وفيها وايد دش بوايد استخدامات، مثل انها دش بتصنيع البلاستيك، فتخيل البلاستيك يتحلل فما راح تكون اضرار البلاستيك وايد. نفس الشيء دش بتكوين الفيول، فيصير عندنا كلين فيول فتقل الاميشنز والجرين هاوس غازز، ودش ايضا بتصنيع السكين كير والميديسن. وفي ثلاث طرق عشان ننتج الماده اللي هي ايثانول، باستخدام الفيرمنتيشن وهي عن طريق الكروبس، بس احنا دوله الكويت دوله مو زراعيه عشان كذي استبعدنا هالطريقه، استخدمنا طريقه ايثاين هيدروجينيشن. الايثايلين كبرودكت موجود بالكويت، فاحنا نستخدمه كرو ماتيريال ونطلع وندخله بالبروسيس مالنا عشان ننتج الايثانول. الكوست مال الاكويبمنت اراوند 11 مليون دولار، والبرودكت مالنا كوست اراوند 72 مليون دولار. السلام عليكم، معكم المهندسه حنين البلوشي من قسم الهندسه الكيميائيه. مشروعنا عباره عن انتاج ماده ايكو دايميثال ايثر، هي عباره عن بديل اقتصادي وبيئي للوقود. ليش بيئي؟ لان لما نيجي نحرقها ما راح تطلع لي الغازات السامه اللي مثل اول وثاني اكسيد الكربون والغازات اللي تحتوي على السلفر والنيتروجين، فبالتالي كذي هي قاعده تحافظ على البيئه وما راح تضرها ولا تضر صحه الانسان نفسه. وغير عن هذا ان هي ما راح تسبب لي مشاكل بالبايبات مثل المشاكل المعتاده البلوكج والترسب والصدى. وغير عن كذي هي غير عن ان هي تستخدم كفيول للباور بلانت، هي همن لها استخدامات وايد مثل نستخدمها بالسبريز والبرودكت بيرسونال برودكت كير،
والأصباغ والعوازل وعدة استخدامات، فهي بكذي راح تخلي الكويت دولة مستوردة غير مصدرة. السلام عليكم، معكم دايا الهاجري من الهندسة الكيميائية. احنا مشروعنا اسمه البرودكشن اوف الفورميك اسيد، هو عبارة عن انتاج مادة الفورميك اسيد. اخترناها لان هي وايد مطلوبة بالسوق، قاعد تستخدم حق صناعة الادوية، صناعة المواد الحافظة وغيره وغيره. طبعا الطريقة اللي احنا استخدمناها هي مثال فورميت هيدروليسيس، اخترناها لانها طريقة صديقة للبيئة، وبنفس الوقت الكوست مالها وايد زين بالنسبة حق حجم المصنع عندنا. حجم المصنع عندنا متوسط. الانتاج عندنا قاعد يصير 34 طن برير، والبيوريتي ماله 98%. وطبعا هم المصنع وايد زين لانه ما قاعد يصير فيه باي برودكت وغيره وكذي. ودراستنا المصنع حق 12 سنه، والكوست مالي قاعد يصير 12 مليون. قاعد نسترجع قيمه الكوست هذا بمده 5 سنين وبعدين 7 سنين هذه ارباح وبس. يعطيكم العافيه. السلام عليكم، انا كرولوس ناصر صبحي، انا بالنيابه عن زميلي يوسف، هو مسافر حاليا. مشروعنا فلات بليت فيلا. مشروعنا هو عباره عن فيلا تصميمها تصميم مختلف عن الفيلل اللي في دوله الكويت حاليا، انه ما فيهاش بيمز، فبتوفر وقت في التنفيذ وتوفر وقت في التركيب. واذا المالك حب يغير اي حاجه جوه الطوف مثلا، العمليه فليكسيبيليتي ان احنا نغير مكان الطوفه سهل، لان مفيش كاميرات مفيش بيمز، بس عباره عن اعمده وسقف، وسهوله تنفيذها بشكل مختلف تماما عن البيمز والسلابز الطبيعيين جدا، فحتى التكلفه اقل، وكل دي ميزات ليها يعني. السلام عليكم، معكم مهندس احمد صالح الصابري. مشروع اسمه في ميشنز. المشروع هو عباره عن دراسه تلوث الهواء من انبعاثات غازات السيارات، وباختصار احنا محطة فحص فني، واخذنا منهم معلومات انبعاثات غازات السيارات وقارناها باربع عوامل، اللي هم موديل السيارة والعداد وحجم السيارة وشركة صنع السيارة. عقب ما خذينا الداتا منهم حللناها برنامج اسمه SPSS، وطلعنا برنامج نتائج ان اكثر شيء سبب تلوث بين هالاربع عوامل، وبالترتيب تكون موديل السيارة، سنة الصنع، والعداد، بعدين وحجم السيارة، والمصنع. المصنع هو أقل شيء يأثر على تلوث الجو بشكل عام. السلام عليكم، معكم أنا خالد. مشروعنا عن SS Building، يعني Smart Sustainable Building، يعني مبنى ذكي وفي نفس الوقت مساعد للبيئة. المبنى كان عبارة عن مبنيين قصاد بعض، أوكي، وهو مبنى سكني. استخدمنا الستركتشر بتاعه سلاب وم بيمز. في كل دور سنسرز اللي بتحاول تحافظ على الطاقة اللي موجودة، وفي نفس الوقت حوطناه بالمباني بحاجات زرع وكده على اساس نحافظ على الطاقة اللي موجودة والسي او 2 اميشنز اللي موجودة بسبب السيارات. ومشينا على الليد سيرتيفايد، كان المفروض دي منظمة عالمية للبيئه وكده على اساس نحافظ عليهم. وصلنا للجولد سيرتيفايد، كنا فاكرين ان احنا نوصل للسيرتيفيكيشن بس الحمد لله قدرنا ان احنا نوصل للجولد سيرتيفايد. وفوق في السطح في السولار بانلز على اساس انه الكويت فيها سان لايت عالي وكده، فمن السان لايت ده عرفنا ان احنا نجيب الطاقه من الروف. معكم المهندس عبد الرحمن الساطي. فكرة المشروع انه نضيف نيو اريا لشويخ بورت، لانه بيعاني من اللاك اوف كاباسيتي وعدد المراسي للسفن. فكانت الفكرة انه النيو اريا بتعاني من ضعف التربة، فنحن عملنا اللي هو السويل امبروفمنت، لانه عندنا 18 متر من الكلاي. فالسويل امبروفمنت تتكون من الفيرتيكال درينز والبريلودينج. فأول شيء راح نحط 7 متر مشان نوصل للليفل القديم للبورت، بعدين راح نحن نعمل الفيرتيكال درينز، وهي وظيفتها انه نعمل تطلع المي من تحت لفوق، بعدين راح نحط طبقتين من الجيوتكستايل مشان تفصل المي عن طبقة البريلودينج. وظيفة البريلودينج هي عبارة عن 7 متر من السان مشان تعمل كومبريشن لطبقات الكلي. وهي هي النيو اريا المتوقعه. عملنا ديزاين للريتينينج وول،
حسبنا في عدد البارز، واخر شيء نحن عملنا ديزاين للسلاب اون جريد، وهي تقريبا النيو اريا راح تكون فيها الاوفيسز، فيها الكونتينر يارد، وبس هذا يعني فكره مشروعنا باختصار. السلام عليكم، معكم المهندسه بدور مجاهد. اول شيء بقول لكم عن فكرتنا، احنا وي انتدوسينج ا نيو ديزاين بيلدينج انسبكشن تكنيك، ان احنا نبي استخدمنا هاند هيل ثيرمال كاميرا فور ذا اكستيريور اوف ذا بيلدينج عشان نعرف شو المشاكل، وحق الانتيريور اوف ذا بيلدينج استخدمنا هاند هيل هذه ثيرمال كاميرا عشان نشوف الهيت ذات كمز اوت ثرو ذا كراكس والواتر ليكج والاير اكسفلتريشن انفلتريشن. هذا استخدمناه عشان مثلا فتره الامطار نزل وايد يعني مطر وكذي، وكان في وايد مشاكل، فانه وي ونت تو بريفنت ذيس بروبلمز ان يوزينج ذيس نيو يعني نيو تكنيكس. فور ذا اكستيريور اوف ذا بيلدينج استخدمنا درون ماونتد وذ ثيرمال كاميرا، وذيس درون هيلبت اس وذ يعني فايندينج ذا بروبلمز ان ذا بيلدينج، especially the roof يعني the rain that came through the roof through the cracks and the pipes. ونحس these new techniques can help the buildings يعني be much better and they could be improved and they could stay longer. وبس. السلام عليكم، معكم دانا العنزي. اسم مشروعنا ايكو بريكس، واللي هو short form of environmentally friendly interlocking bricks. فكرة مشروعنا هي عبارة عن ريسايكلينج تخدم البيئة. سوينا ريسايكل حق البلاستيك بوتلز والتوايرز اللي هي عبارة عن الرابرز، استخدمناها ان احنا عدنا تدويرها بالانترلوكينج بريكس. سوينا عدة تجارب مع الصناعات الوطنية، بلشنا بنسبة 15%، ومن ثم شفنا ان الفكرة نجحت فزدنا الكمية. سوينا 30% من نسبة الرابر ريبليسمنت من الصلبوخ، و 35% ريبليسمنت من الريسايكلد بلاستيك مع الرابر، و 50% بنسبة الريسايكلد بلاستيك. هذه أعلى نسبة ممكن توصل لها الانترلوكينج بريكس ومن بعدها تفشل، حيث أنها تطابق الستاندرد الكواليتي مالت الكويت. هذا الفيديو يوضح البروسيس اللي احنا سويناه مع الصناعات الوطنية. يفرق السعر 3 دنانير ونص الصناعات الوطنية الأصلي مع أسعار المعاد تدويرها اللي هي 3 دنانير و200. نسبياً إن المشروع ناجح من حيث إنه يناسب البيئة وإنه هو environmentally friendly interlocking bricks. السلام عليكم، معاكم مهندسة أفراح الجباري. زميلاتي عايشة، إدهام، أنفال الغيلان، فاطمة إدهام. مشروعنا هو فيلتشا دايمون، عبارة عن منتجع في جزيرة فيلتشا، يتكون من الفندق نفسه، الشاليهات، والأكوا بارك والمول، وعندنا الخدمات. فندقنا اخترناه بجزيرة فيلتشا إنه مثل ما أنتم عارفين الجزيرة لها تاريخ، فاخترناه بهالجزيرة عشان يكون عنصر جذب سياحي ويكون وإعادة إحياء الجزيرة نفسها. فحاطين بالمشروع نفسه اللي هو يخدم البيئة، حاطين طاقات شمسية ونسوي فلتريشن حق البحيرة الصناعية نفسها. السلام عليكم، معكم دلال الغربة. مشروعنا اسمه Improving Transportation Systems in Kuwait City، يركز على شوارع مدينة الكويت. خذينا سامبل معين عشان نشتغل عليه اللي هو شارع مبارك الكبير. لاحظنا ان في اكو وايد مشاكل بالديره، من اهم هذه المشاكل ان السيارات توقف على جنب وغير بالاماكن الغير مخصصه لها، في عبور غير امن والناس ما تحس بامان، نسبه التلوث حيل عاليه مقارنه بقانون هيئه البيئه. لاحظنا ان اكثر نسبه التلوث تكون من الباصات، فعشان نحل هذه المشكلة لأن الناس ما تقدر تمشي بأمان، وسوينا استبيان لاحظنا أن وايد ناس تبي تمشي بالديرة بس مو قادرة، وتحب تمشي بالدرجات الهوائية بس مو قادرة. فمن الحلول أن إحنا شنو سوينا، غيرنا الرصيف اللي على جنب أنه يكون غير قابل أن السيارات توقف فيه. وفرنا محطات وسيستم كامل حق البايك ستيشنز اللي هم الدرجات الهوائية. السيستم حيل بسيط، راح يكون اوتوميتد، سعره تكلفته حيل قليلة، الكل يقدر ياخذ القاري ويكون في اشتراكات.
عشان الناس تتشجع وتحس بأمان إنها تتحرك بالقواري. وفرنا حارات آمنة للدرجات الهوائية وما أخذناهم من الشارع، فما راح تأثر على الليفل أوف سيرفيس مال الشارع نفسه. عشان نقلل من التلوث بدلنا الباصات بالكتريك باسز، تكلفتها راح تكون أعلى من الباص العادي بس على المدى البعيد راح تكون أقل وأحسن. ووفرنا شجر صناعي ما راح يأثر على البنية التحتية، بس إحنا نتحكم عليه على راحتنا وتشجع الناس إنها تمشي. ووفرنا الإشارات والعبور بطريقة مدروسة آمنة عشان الناس تقدر تعبر وما تصير في حوادث. السلام عليكم، معكم مهندسة موضي محمد القطان. إحنا مشروعنا عبارة عن مثل بقي يدور 360 درجة دار مدار نفسه، وفكرتنا أن تكون إن وان إنجن اللي موجودة يعني الحين تكون إن تو إنجن، بس مالتنا سويناها على وان إنجن، وهذا مختصر المشروع. السلام عليكم، معكم طالبات قسم هندسة الميكانيكية، واليوم مشروعنا عن جهاز تسلق الآلي. جهاز هذا يهدف أن نحاول نقلل المخاطر اللي تسحب العمال لما يصعدون النخيل عشان لأعمال القطف التمور وهالسوالف. فهذا الجهاز يصعد النخل، ومو شرط بس نخل، يصعد أي سلنجكل كولوم. وشنو الميزة فيه؟ إنه يتكون من two hemispheres وبيناتهم في straps، فيقدر يتمغط وعشان adapt to different diameters. وهم من هني هذا الكاتينج تول عشان يقطع الشماريخ وتكون عملية قطف التمور أسهل. والجهاز ممكن يتطور إنه يصعد شبات الشوارع حق maintenance، حق for bulb، إنه يشيل البلب ويبدله. معكم المهندسة إسراء. معكم المهندسة إسراء مشاري بالصفر. هذا المشروع عبارة عن تطوير شاطئ عقيلة عشان نخلق وجهة سياحية بالكويت. المشروع عبارة عن شاليهات وفندق مثل ما انتم شايفين، وأكواريوم، وفي ممشى، وألعاب ترفيهية خارجية وداخلية. وبس هذه هي فكرة المشروع. ومثل ما انتم شايفين هم في مارينا، مطاعم على البحر، وهني حق أماكن صيد السمك. السلام عليكم، معكم روان الخشتي. مشروعنا عبارة عن مكيف يوفر طاقة. هو تقريبا يعني دامجين ماكينتين بجهاز واحد. المكيف الصحراوي هو الأساس يشتغل، وإذا كانت الحرارة والرطوبة بالمكان زينة الكمبرسر ينطفي ويشتغل المكيف الصحراوي. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد الياسين، طالب في قسم الهندسة الميكانيكية. طبعا مشروعنا ينقال له ذا تريفر، بمعنى ذا تري سيفر. تدخل له اوراق مستعمله، فكره انه يطلع لك اوراق صالحه للاستعمال الثاني. اول ما يبدي بالشريدر، يفرم الورق، ينزل الى البلندر الورق المفروم، ينضرب مع ماي في البلندر بحيث يطلع مثل عجينه ورق. عقب ما يطلع يروح ينصب في التانك هذا. عقب ما ينصب في التانك ينزل للقالب اللي على حجم الـ A4 بيبر مثل ما انتم شايفين. القالب هذا ياخذ العجينة ويصعد الى السخان، سخان 1000 واط، يجفف العجينة من الووتر كونتنت اللي فيها بحيث تنشف ويطلع ورقة يعني صالحة للاستعمال مرة اخرى. طبعا حاليا قاعد ينشف، مو حاطين ماي احنا، ولكن هذا الفكرة من المشروع. السلام عليكم، احنا طالبات هندسة ميكانيكية، معاكم مهندسة مها الهاجري، مهندسة لولو السبتي، ومهندسة مريم العبد الله، وفي معنا مهندسة سارة. جهازنا عبارة عن جهاز تنظيف دكتات. فالجهاز ينظف بطريقة البرش وبطريقة الفاكيوم، وبس يخلص يبدي عقم الدكت. وفي كاميرا عشان يعرف الباث ماله داخل الدكت، والهدف منه انه وايد يقلل من الوقت، وبنفس الوقت يساعد يحافظ على صحة الفن اللي ينظف بداله، هو يصعد هذا الجهاز يصعد بداله. السلام عليكم، اسمي مريم ناصر الردهان. مشروعنا CBMC اللي هو Continuous Passive Motion، جهاز مخصص، جهاز علاج طبيعي مخصص للأطفال من عمر 7 سنين ل14 سنة. الجهاز هو يعني يساعد الدكتور
دكتور العلاج الطبيعي انه بدل ما يعالج المريض بيده لمده ساعه كحركه، هذا الجهاز يساعده، والحركه تكون انه الاساسه حق الركبه، انه في ناس يحوشهم تصلب ركبه تلف اربطه، فالجهاز يساعد انه يحسن من هالشيء من خلال حركته اللي يقوي الركبه. هذا الفيديو يوضح حركه الجهاز. مشروعنا اسمه مانتا بوت، مانتا ري اللي هي اللخمه، وبوت يعني جهاز آلي. الهدف من مشروعنا هو يساعد على استكشاف ما تحت المحيط عن بعد. اللي يميز مشروعنا انه عشان يتحرك قدام وورا ويمين ويسار ما في بروبلجن، يعني ما في مروحه عشان تساعدنا بهالشيء، يعتمد اعتماد كلي على حركه الزعانف. الزعانف عندنا تحاكي حركه زعانف اللخمه. جسم المشروع عندنا استخدمنا تقنية 3D printing عشان نسوي، وعندنا لايف كاميرا هني عشان يساعد المستخدم انه يتحكم بالجهاز تحت الماي، ونتحكم بالجهاز من خلال ابلكيشن بالتليفون. معكم مهندسة إيمان يوسف السهيل. مشروعنا عبارة عن منتجع صحراوي سياحي يقع في منطقة المطلع. منطقة المطلع منطقة صحراوية ما حد يتوجه لها إلا حق الشاليهات بفصل الشتاء، عشان كذي احنا قررنا نستغل هذه المساحة ان نبني شيء يجوله سياح من جميع المناطق، يحتوي على عناصر متكاملة، هوتيل، مول، اند تشاليز. يتكون بعد على على مسطحات مائية وخضراء. هم استفدنا من الطاقة الشمسية، حطينا سولار بانر فوق المباني. طبعا المباني تكون على شكل دائرة مثل ما هو موضح هنا، هذا الأزرق كله يكون سولار بانر. فإحنا قررنا نستقل مناطق صحراوية، مو مستقلين هالدولة، بشيء صحراوي، بشيء يستفيدون منه الناس. أول شيء مشروعنا هو سيفل انجينير، انفايرمنتال انجينير، يتكلم عن العواصف الغبارية بالكويت ومدى تأثيرها على صحة الإنسان وعلى الطرق. قسمنا الكويت حق ثلاثة أقسام عن طريق استخدام سوفتوير اسمه الجي اي اس اللي هو الجيوغرافيك انفورميشن سيستم، ومنه قسمنا الكويت حق ثلاث مناطق. بعد ما قسمنا الكويت حق ثلاث مناطق شفنا أن هو أفضل حل للمشروع هو الزراعة. مثل ما أنتم عارفين أن بالكويت 73 مليون و 52 ألف متر مربع هو مساحة المناطق الصالحة للزراعة ومو مزروعة، فأفضل حل شفناه هو الزراعة. وشون نعرف إذا حلنا كان مناسب ولا لا؟ استخدمنا software، هو environmental software اسمه NVMIT. هالsoftware دخلنا فيه المناطق اللي استخدمناها وسوينا أكثر من ترايل، وشفنا أن كل ما زدنا عدد أو زرعنا أكثر تقل درجة الحرارة وسرعة الرياح واتجاه الرياح، وكل هالأشياء قاعد تقل معانا، وهذه أشياء تعتبر أسباب أو مسببات الغبار بالكويت. السلام عليكم، معاكم مهندسة بشاير بخيت العجمي من قسم الهندسة الكيميائية، وزميلتي مهندسة ألطاف فناهي، وزميلاتنا المهندسات باشا العجمي والمهندسة كوثر المهنة ومهندسة مريم. طبعا مشروعنا هو إنتاج مادة الملايكن هيدرايد. هذه المادة لها أهمية جدا كبيرة بالصناعة، كونها أنها تدخل في تصنيع البوليمرز، والبوليمرز يعني صناعة جدا مهمة، تصنع منها مواد مختلفة ومطلوبة بالسوق. فمادة الملايكن هيدرايد شفنا أن لها هالأهمية الكبيرة في صناعة البوليستر والستايرين ملايكن هيدرايد ونوع من أنواع البوليمر. فقررنا أن نصمم مصنع ينتج تقريبا 35 ألف تن بير يير، وبيوريتي 94.66%، والمولت وانتجناه أزا مولتن. طبعا الميثود المستخدمه هي باي نورمال بيوتين، هي افضل ميثود قررنا نستخدمها لان تحقق ثلاث شروط: لس كوست ولس ويست ولس انفايرمنتال امباكت. طبعا تم تصميم هالمصنع انه تقريبا يكلف 9 ملايين. عادي اوقف؟ لا عادي اوقف، يعني هذا راح تقطعونه صح؟ اوكي. تكلفة المصنع تقريبا 9 ملايين، والأرباح السنوية 3.2 مليون دولار،
والمصنع تقريبا جدا مهم كونه انه الاول من نوعه بالكويت وراح يفيد القطاع البتروكيميكال بنفس الوقت انه النورمال بيوتين اللي احنا مستخدمينه متوفر عندنا بالكويت مصافي البترول توفره لان احد منتجاتها. السلام عليكم، انا المهندسة ليانا عرابي. احنا اخترنا من الهندسة الصناعية اخترنا شركة كوتكو عشان نطبق مشروعنا. مسكنا المصنع from A to Z وحاولنا انه نمسك كل جزء فيه عشان نطور العملية اللي عم تصير لإنتاج هذا الشيبس. اول شيء حاولنا نقلل النمبر اوف تريبس اللي بتصير عندنا كل يوم، كان عندنا 232 رحلة بتطلع للكاستمر عن طريق الـ IE Tools قللناها ل 150 رحلة باليوم، وهذا الشيء بيؤدي إلى زيادة الـ Profit وتقليل الـ Cost. السلام عليكم، معكم طلبة قسم الهندسة الميكانيكية، مهندسة فاتن الخليفي ومهندسة ديم المضيان ومهندسة فاطمة الحمادي. سوينا Portable Shading Device، هو جهاز متنقل قابل للاستعمال بأي مكان، ينحط بدبة السيارة ويتنقل معكم، ويكون ميزته أنه يكون Foldable، يعني يتصفط لكم بالنهاية، يصير لكم متر بثمانين سنتي و easy to handle with وهما foldable.